السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ثالث؟ اليوم يا مس إن شاء الله رح نقوم بإكمال ما بدأنا فيه في الحصة الماضية. رح نقوم بقراءة الدرس ومن ثم استخراج القواعد المهمة الموجودة في الدرس. تمام؟ طيب، أول إشي يلا أنا وياكم نقرأ الدرس. طبعاً أنت بتكون يا مس ماسك لي قلمك الرصاص معي، تمام، حتى نستخرج القواعد المهمة الموجودة في الدرس. يلا. الذهب والتراب. الذهب والتراب. يحكى أن أخوين أرادا أن يتقاسما ثروة أبيهما بعد وفاته، فاختار الصغير الذهب وأخذ الكبير الأرض. بعد مدة من الزمن جاء الأخ الصغير حزينا فقد أنفق كل الذهب، وقال لأخيه: ما بقي معي من الذهب شيء. أخرج الأخ الكبير كيسا وقال: أترى هذا الذهب؟ إنه من تراب الأرض، في كل مرة أزرع أرضي وأعتني بها أحصل على المال، فأشتري ما يلزم من ملابس وطعام وأحتفظ بما يتبقى. ندم الأخ الصغير، لكن أخاه شجعه على العمل في الأرض وقال له: هيا نعمل ونكسب رزقنا الكريم من أرضنا الطيبة. طيب يا مس، هلا ماسك لي قلمك الرصاص، خلينا مع بعض أنا وياكم نستخرج. طبعا وعندكم رح أنتوا تستخرجوا لي لحالكم، بس خلينا أنا وياكم. يحكى أن أخوين أرادا فعل إيش؟ ماضي. طيب ذاكرين هاي الألف إيش؟ شو منسميها الألف هاي؟ شو منسميها هاي الألف؟ ألف الاثنين، اللي هي أضفناها على الأفعال، أضفناها على الأفعال. أن حرف إيش يا ثالث؟ حرف نصب. يتقاسما، هاي بيجي وراها فعل مضارع إيش؟ منصوب. طيب وهاي أيضا أضفنا إيش إلها؟ ألف الاثنين، ألف الاثنين. ثروة أبيهما، أبيهما هما ضمير متصل يعود هما، مين هما؟ أبي من؟ الأخوين، تعود على الأخوين. بعد وفاته، فاختار، اختار فعل إيش؟ ماضي، فعل ماضي، اختار فعل ماضي. الصغير الذهب وأخذ، أخذ اللي هي كمان فعل ماضي، الكبير الأرض. بعد مدة، مدة هاي عندي تنوين إيش؟ تنوين كسر. يلا ألفظ معي: مدة، مدة تنوين إيش؟ كسر، تنوين كسر. من الزمن جاء، جاء أيضا فعل ماضي. الأخ الصغير حزينا، الحمد لله. الأخ الصغير حزينا، هون عندي تنوين إيش؟ فتح، تنوين فتح. شفتوا كيف أضفنا إلها الألف؟ فقد أنفق، أنفق فعل ماضي، كل الذهب، وقال لأخيه: ما بقي معي
من الذهب شيء. أخرج أيضا فعل ماضي، الأخ الكبير كيسا، هاي تنوين الفتح كيسا. وقال أترى هذا الذهب، هذا اسم إيش ذاكرين؟ إشارة، اسم إشارة. إنه من تراب الأرض، في كل مرة تنوين كسر، أزرع فعل إيش مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أزرع أرضي وأعتني فعل مضارع بها. أحصل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة على المال، فأشتري ما يلزم من ملابس، ما يلزم من ملابس وطعام. وأحتفظ، هاي كمان فعل مضارع يلزم، وأحتفظ فعل مضارع بما يتبقى. ندم فعل ماضي الأخ الصغير، لكن أخاه، شايفين هاي ها أها، أخاه شجعه على حرف جر العمل، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، في حرف جر الأرض اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وقال له هيا نعمل ونكسب رزقنا الكريم من أرضنا الطيبة، من أرض طيب. هاي عندي كمان، أنتوا عليكم الاستخراج، بدي تستخرج لي جميع الكلمات الموجودة في الدرس، الكلمات التي تبدأ بلام قمرية وبتبدأ بلام شمسية وبهمزة قطع وهمزة وصل، جميعها يا ثالث، تمام؟ ثم لفظها، تمام؟ طيب احنا رح ننتقل الآن حل التدريبات اللي هي صفحة 41. السؤال الأول، أقرأ قراءة معبرة. أترى هذا الذهب؟ إنه من تراب الأرض. أترى هذا الذهب؟ إنه من تراب الأرض. هنا عندي الألف الاستفهام، اللي هي أسلوب استفهام، هي علامة استفهامات في جملة سؤال. أترى هذا الذهب؟ أترى هذا الذهب؟ أترى هذا الذهب؟ أترى هذا، حكينا اسم إشارة الذهب، إنه من تراب الأرض، إنه من تراب الأرض. سؤال 2، أصل ما في العمود ألف بما يناسبه في العمود باء. الشخص الذي لديه مال كثير ماذا نسميه؟ الغني. الشخص الذي لديه مال قليل نسميه الفقير. الاحتفاظ بالمال لوقت الحاجة نسميه التوفير. انفاق المال في أشياء لا حاجة لها نسميه الإسراف، نسميه الإسراف، تمام؟ طيب سؤال رقم 3، ألاحظ الفرق في المعنى بينما تحته خط. ألف، تقاسم الإخوان ثروة أبيهما بعد وفاته. باء، تأخر الرجل عن الموعد وفاته القطار. في عندي كلمتين نفس الكلمة بس معناها في الجمل شو مالها بتختلف، معناها في الجمل بتختلف. تقاسم الإخوان ثروة أبيهما بعد وفاته، هون إيش حكينا؟ موته، بعد موته. تأخر الرجل عن الموعد وفاته القطار، يعني راح عليه، راح عليه الموعد، راح عليه، فاته إنه ذهب عنه، راح عنه. طيب سؤال أو تدريب رقم 4، اللي هي صفحة 42، أضع دائرة حول ضد الكلمة في الجملة المقابلة. بدنا نوضع، في عندي جملة بدنا نشوف عكسها بالجملة المقابلة. أهمل
أهمل. خلينا نشوف شو ضدها، أقرأ الجملة وأشوف أنا إيش ضدها. أهمل أزرع أرضي وأعتني بها، اللي هي إيش؟ أعتني. أبيع أشتري ما يلزم من ملابس، اللي هي أشتري. إيش ضد أهمل؟ أعتني. إيش ضد أبيع؟ أشتري. أدخل أخرج الأخ الكبير كيسا، إيش ضد أدخل؟ أخرج. إيش ضد أدخل؟ أخرج. تدريب رقم 5، أقرأ ثم أضع دائرة حول الكلمة التي تحتوي اللام القمرية. اختار، بدنا نشوف اللام القمرية. اختار الأخ، هاي أنا، هاي الأخ لام قمرية. الصغير الذهب وأخذ الكبير الأرض. إذا الكلمات، طبعا اللام القمرية زي ما بنعرف هي اللام التي تأتي في أول كلمة، وهي اللام التي تكتب وتلفظ، والحركة على اللام بتكون إيش؟ السكون. يلا إيش هن؟ الأخ، الأخ، الكبير، الكبير، الأرض، الأرض. طيب سؤال رقم 6، أملأ الفراغ في كل جملة مما بين القوسين ثم أقرأ. عندي كلمات بين الأقواس، منيرا، مبتسما، جالسا، سالما. أتناول طعامي منيرا ولا مبتسما ولا جالسا؟ إيش بتناول طعامه؟ هو إيش؟ جالسا. يبدو البدر منيرا. عاد أخي من السفر سالما. يقابل صهيب أصدقائه مبتسما، مبتسما. تمام. طيب هيك يعطيكم، لحد هيك يعطيكم العافية ثالث.